السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش التفعيل بخطوتين. نعطيك مثال، انت جبت الشروط نتاع اليوتيوب ومن بعد يقول لك لازم لك تفعيل بخطوتين. كاين ناس ما همش عارفين ولا ما يعرفوش كيفاش يفعلوا تاع خطوتين تاع حماية القناة. قبل تشغيل هذا الفيديو خاوتي لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس باش تصبح جديد. نبدأ عبركة الله. هذه القناة تاعي مبدأ حبيب، باش نفعلوا تاع بخطوتين. أولا نضغط على أيقونة القناة، ومن بعد نضغط على استديو اليوتيوب بهذه الطريقة، ومن بعد نروح إلى تحقيق الربح، ومن بعد نهبطوا لتحت خاوتي. هنا يعطونا الشروط تاع اليوتيوب، ومن بعد هنا يقول لك التفعيل تحقق منك بخطوتين. صح، نديروا التفعيل ومن بعد نديروا متابعة، ومن بعد هنا يقول لك ادخال المود باس انت خاصة بالقناة، بهذه الطريقة ندير النكس او التالي، نضغط هنايا ومن بعد نختار الدولة، ومن بعد ندير رقم الهاتف. درك اخواتي ندير رقم الهاتف نرجع لكم. درك درنا رقم الهاتف، ومن بعد ندير النكس او التالي. درك يجينا الكود ونرجع لكم. تم ربط او تفعيل بخطوتين، تحقيق بخطوتين خاوتي. دركا ولا حماية على الجيمين ولا على القناة، معناها ما كانش واحد يسرق لك القناة تاعك. نعاود نرجعو القناة، نرجعو القناة خاوتي الى استديو اليوتيوب، هي تم او التحقيق بخطوتين. هاي تم تحقيق بهذه الطريقه خاوتي. ولازم باش تقدر تجيب الشروط 1000 مشترك 24 ساعه مشاهده، لازم لك يقول لك التزام ارشادات المنتدى، معناها باللي ما تكونش عندك مخالفات لا انذار لا تحذير، باش نهار تجيب الشروط تربطها مع الادسنس او دي طلب المراجعه مع شركاء اليوتيوب ما تكونش عندك مشاكل. هذه الطريقه خاوتي باش تقدر تفعيل تحقيق بخطوتين. المهم خاوتي عجبكم هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس يصلك جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.